سي احمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بك معنا تفضل. كنشكركم على الاذاعه الاصوات، كنشكر الدكتور معتوق. مرحبا بك احمد، مرحبا تفضل. الله يجزيك بخير. ابو الدكتور الله يجزيك بخير، انا كان عندي واحد المشكل، كان ورث واحد العقار كان ورثه من الوالد ديالي. ومشيت حصلت على الرقم ديال العقار ديال التيتر، مشيت طلعت على الحقوق ديالي اللي كان ورثها في هذاك الملك اللي كان ورثه من الوالد ديالي في المحافظه العقاريه. لقيت النصيب ديالي اللي كان ورث هذاك العقار، لقيت راسي انا موهب لخويا. انت عاطي لخوك؟ عاطي لخويا، وخويا بعد هذاك العقد عدلي ديال الهبه، من بعد هذاك العقد ديالي وبينه باش عديته هنا، انا لقيته توا فوتها لواحد الشخص اخر بالهبه. يعني بينه مع هذاك العقد. توا عطى. توا عطى. ايه. طلبت هذاك السميتو ديالها. طلبت هذاك في المحافظه اش كيقولوا لي، اش كيقولوا لي المطلب. اين المطلب؟ واش حنا دابا في المطلب؟ هي قلت لها قرا محفظ. لا باقي هو على الشيا، حنا كنورثوا على الوالدين ديالنا. لا الشيا ما كيعنيش على انك ما محفظش، واش العقار داخل المحافظه ولا ما داخلش؟ داخل المحافظه، باقي سميت الوالد. باقي شنو؟ باسم الاب ديالهم الله يرحمه. يعني راه محفظ الشريف، محفظ. ايه، حيت طلب هذاك ملحق، لقيتهم دايرين واحد ملحق اخر ما تلاش انا العقود ديال، ما لقيتش فيه انا الهبه، لقيت انا داروا فيه هذاك ملحق عرفي. داروني انا بيع الشقيق ديالي، والشقيق ديالي باع لهذاك السيد اخر. اييه. وهذاك العقود ديال الهبه مكتوبين في 2005، وهذاك العقد العرفي مكتوب في 2008، حيت مشيت للمحافظه لقيت الملكيه ديالي تنقلت في 2008 بعقد عرفي. ابو الاستاذ الله ما تفيدني، الله يجزيك بخير، انا امي ما قاريش وقع لي هذا المشكل، ما عرفتش كيفاش ندير. لا دابا انت يا واش العقار اولا محفظ ولا ما محفظش؟ هو فيه 3 هكتار، داروا المخارجات مع بعض الورثه. ما بغيتيش تجاوبني، العقار واش محفظ او ما محفظش؟ واش داخل المحافظه وعنده رسم عقاري ولا ما عندوش رسم عقاري؟ عنده رسم عقاري وداخل المحافظه. شكون اللي دخل بسميته للمحافظه؟ سميت باك ولا سميت الورثه؟ سميت الوالد، مشيت انا بالرسم ديالي. واش دابا مازال في سميت الوالد؟ باقي في سميت الوالد. إن دابا راه ما عندها شي حد ما عنده ما يبيع ولا يفعل ولا يترك، حتى يدوز العقار يدوز سميت الورثه، خصكم تحطوا عقد الإراثة في المحافظة باش يصبح العقار في سميت الورثة، عاد ديك الساعات كل واحد يتصرف في الحق ديالو. إيه يصبر، الله يسكن بخير، الله يرحم الوالدين. تبارك الله عليك أسيدي. سي أحمد تبارك الله عليك.